المغرب كان هو ضيف الشرف هذه المرة بعد حضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال عملية قرع الناقوس داخل مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك. الوزراء المغاربة يعتبرون الحدث اعترافا بما حققه المغرب من تطور اقتصادي في السنوات الأخيرة. النتائج اللي حصل عليها المغرب في هذه المرحلة تم الاعتراف بها دوليا، واليوم الناسداك اللي هي أكبر بورصة إلكترونية في العالم باستدعائها للمغرب كضيف شرف تؤكد من جانبها كذلك بأن هذا التمييز هو تمييز لبلد عرف كيف يدبر مرحلة صعبة اقتصاديا وماليا بدون تأثيرات على المستوى الاجتماعي. أما المشرفون على بنك ناسداك فيرجعون تكريم المغرب بدقه ناقوس البورصة العالمية إلى تطور اقتصاده بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية. نعرف أنكم اشتغلتم بجهد كبير تحت رعاية الملك محمد السادس حيث بلغتم مستويات عليا خلال الأزمة. المغرب جاء إلى نيويورك ممثلا في وزيري الاقتصاد والسياحة ورجال أعمال بارزين من مختلف البنوك والمؤسسات الاقتصادية. جاءوا بهدف تعريف الأمريكيين بحجم الاستثمارات في المغرب ودعوتهم للقدوم إلى البلد الذي يصنف من بين أفضل 10 وجهات سياحية في العالم. السوق الأمريكي هو سوق مهم بالنسبة لنا اللي كنشتغل عليه اليوم باش نعزو التبادل معاه ونوجه لنا أكثر سياح. اليوم تقريبا في هذه السنوات الأخيرة كان واحد الارتفاع اللي كيتعدى 10%، هذه السنة الارتفاع كيتعدى 12%. نوران بن زكي يهودي مغربي يعيش في أمريكا سمع عن الحدث وجاء ليستفسر عن إمكانية الاستثمار في بلده الأصلي. هذا الذي أريد أن أراه، وسأتمكن من زيارة بعض الشركات في المغرب بهدف الاستثمار. ساحة تايم سكوير عاشت لمدة يوم كامل على وقت الاحتفال الكبير الذي خصصته بورصة ناسداك بمناسبة زيارة الوفد المغربي إلى نيويورك. اختيار المغرب لضاق ناقوس ناسداك يأتي بعد الجهود والخطوات الكبيرة التي خطاها الاقتصاد المغربي في المدة الأخيرة في مجالات الاستثمار ونشاط البنوك والأسواق السياحية الجديدة. حسين ألباز، قناة ميديان تي في، نيويورك.